يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في درس الفجر في شرح كتاب التوحيد أن طاعة العلماء والأمراء فيما يخالف الشريعة أنه شرك الطاعة، هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ يختلف. إذا كان طاعهم بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وهو يعلم ذلك، يعلم أنهم حرموا وحللوا، هذا شرك أكبر. أما إذا كان ما يعلم، ظنه أنهم علماء وأنهم على حق، فهو معذور به، لا يكون شرك أكبر، يكون شرك أصغر، لأنه واجب عليه أنه يبحث وش السبب وش الدليل وش نعم.